هنبدأ بالتست. الجناد احنا قلنا قبل كده اللي هو بروسبكتيف تيست في المية. ايه بقى اللي حصل؟ الجناد كان اخر كلام لينا سوبرفيشال جيرمينال ابيثيليال بره ده سيلز، وبعدين الانترنال ابيثيليال سيلز والبريمورديال جيرمينال سيلز اللي هي مايجريتد ميوكساك اللي هي الزرقاء اللي في النص ده جناد سواء ميل او في ميل. ايه اللي حصل عشان ده يدي تيستس؟ باختصار شديد ان بدل ما هي خلايا منتشره ان السيلز ده اهي الانر ابيثيليال والجيرمينال سيل ارينج سيلف ان فورم اوف كوردز، كل كورد من ده بنسميها برايمري كوردز. البرايمري كوردز سنترالي انستموزز ايتش اذر تعمل نتورك، وان الانستموزز ده هو اللي هو ده هيبقى كانالايز ويعمل الريتا تس. نقول تاني يبقى في كورد اتعملت من الانر والجيرمينال والكورد انستموز السنترالي، وهذا الانستموز السنترالي ده هو كانالايز ويعمل شبكة اللي بنسميها الشبكة القصوية او الريتا تس اللي هي بعدين ديس ابدي. ده مين؟ ده البرايمري. يبقى اكن البرايمري كورد اتعملت عشان تدي حاجه واحده بس ثم تختفي. ادت ايه؟ ادت الريتا تيست. الريتا تيست يبقى الريتا تيست انستموزس بتاع البرايمري كورد. اختفت البرايمري كورد اتعملت كورز جديده. الكورز الجديده دي فين؟ اهي جديده سميها سكندري الزرقاء سكندري كوردز جات من السنترال للبريفرال من البريمورديال جيرمينال سيلز والانر ابيثيليال سيلز وسيلز فروم سوبرفيشال جيرمينال سيلز، يعني من كل انواع الخلايا بتاع الجناد عملت كوردز جديده والكوردز سميناها سكندري كوردز غير البرايم. البرايم اختفت ديجنريتد اختفت بقى جنريت وتحل محلها سكندري كورد. اما جت السكندري كوردز دي بدات في كونكتيف تيشو من سبلانك من الميزوديرم امتدت او اكستندد بتوين كوردز، يبقى كل كورد بقى من دول بقى سيبريتد عن الثاني بكونكتيف تيشو درايف فروم ذا ميزوديرم وبتعمل السبتيولا تيست. يبقى السبتيولا تسر الفواصل بين الكورد، وكل جزء محاط من اليمادي بسبتم وهنا بسبتم يقوم ايه السبتيولا تسس واحد بس واحد بس واحد، يبقى كل واحد مفصول عن الثاني بايه بكونكتيف تيشو اللي هو السبتيولا تيس. لما حصل ان في كونكتيف تيشو درايفد فروم سبلانكنيك ميزوديرم اندرنيث دي سوبرفيشال جيرمينال ابيثيليوم فورم تيونيكا البوجينا، يبقى تيونيكا البوجينا دي جت كونكتيف تيشو من الميزوديرم تحت السوبرفيشال جيرمينال ابيثيليوم وبس، مفيش خلايا هتضاف تاني. احنا عملنا بقى ايه تيونيكا البوجينا يبقى انتهى، يبقى مفيش خلايا هتيجي من بره تاني. طب وبعدين؟ انا قلت لك السبتولا تيسل دي بقت كونكتيف تيشو اكستندد بتوين السكندري كورد. طيب كل كورد واحد هينقسم 1 اور 2 ديفيجن، كل واحد من الكورز ديت هينقسم مره او اتنين، بحيث ان هو كان واحد بقوا اتنين او ثلاثه كورز. هنا اهوت ادي السكندري كوردز صوره ثانيه اهي، يبقى كل سكندري كوردز divided and redivided two or three times بحيث ان بدل ما هو واحد لا ده يبقوا ثلاثه او اثنين. كل secondary cords ال preferred parts بتاعه elongated twisted with tubuli contorted بتاع السمنيفرس tubuli، وبعد كده التيوبولي ريكتيل الجزء اللي هو الستريت اللي هيفتح في الريتا تيس. الله الله
يبقى اكن دلوقتي السكندري كوردز اللي هو البريمورديال جيرمينال سيلز والسوبر والانر ايبيثيليال سيلز انقسم مرتين ثلاثه ادى كورد، وكل كورد من دول ادى سيمينيفرس تيبول. والسيمينيفرس تيبول انت درستها عباره عن تيبلو كونتورتي الجزء المتعرج اللي هو البريفر اللي هو تحت التونيكا البوجينيا والتيوبلوريك تي اللي جوين للريتا تيست. يعني معنى كده ايه؟ ده معنى كده بقى التركيبه بتاع التيست من بره سوبرفيشال جيرمنال ابسيلي اهي، تحتيها تيونيكا البوجينيا كونكتيف تيشو، من الكونكتيف تيشو اللي تحت تمدد السبتيولا تيست. سبتيولا تيست اهي، ادي السبتيولا تيست، وبين السبتيولا تيست اتعمل اللوب اللي بنسميه تستيكولار لوب، اللي هو عباره بيحتوي على اثنين او ثلاثه سيمينيفرس تيوبيول اللي هي اصلا اتكونت من التيوبيول كونتورتي والتيوبيولريكتي، ودول انفتحوا في الريتا تيست. يبقى كن البرايمري كوردس الانستموزس بتاعه عمل ريتا تيستس واختفى، وظهر سكندري كوردس جديده عملت السيمينيفرس تيوبيول، وجات كونكتيف تيشو من السبلانكنيك ميزوديرم عملت التونيكا البوجينيا والسبتيولا تيست. الاستراكشر ده هو بتاع التيست. طبعا الكونكشن مع سبلانكنيك ميزوديرم اللي هو الميزنتري اللي هو هيعمل الميزوركيام اللي هو اللي بيعلق التيستس فوق مع البروتين. ده موجز الكلام بسرعه على الجناد. يبقى في الحاله دي في الميل ان الجناد ديفرنشيتد لتيستس عن طريق الخطوات اللي انا قلت لك عليها. يبقى احنا قلنا هقولها لك تاني ان التونيكا البرزينيا ديفلوبد فروم سبلانكنيك ميزو في كونكتيف تيشو اكستندد بتوين الكوردس بتوين السكندري كوردس سبتيولا تيستس. السبتيولا تيستس سم سيلز وسم كونكتيف تيشو سراوندد الايه الريتا تيستس بنسميها ايه؟ ميدياستاينم تيستس. يبقى الميدياستاينال تيستس ده كونكتيف تيشو سراوندد الريتا تيستس. جه من الميزوديرمس السبلانكنيك ميزوديرمس. وبعدين الريتا تيستس من الانستموزس بتاع البرايمري كوردس. وبعدين السيمينيفرس تيوبيول باجزاء تيبلو كونتورت والتيبلوريك تي من السكندري كوردس. الاستراكشر ده كله في سام سيلز من الانتر من ال من السبتيولا تيستس والانترستيتشر كونكتيف تيشو ديفرنشيتد للخلايا اللي بنسميها ايه؟ الخلايا بتفرز اللي هي اسمها ال انترستيتشر سيلز اللي هي موجوده في التيستس. هنا بقى نقول بقيه السيستم هيطلع منين؟ هنتكلم على الديفرنشيشن اوف ذا ميزونيفريك دكت، لان هو ده اساس الميل جينيتيسيس والميزونيفريك دكت والتيوبيول. الميزونيفريك تيوبيولز ميزونيفريك تيوبيول احصل له ديجنريشن ما عدا مجموعه من الميزونيفريك تيوبيول بيرزيستد وهتعمل افرنت داكتيول. يبقى الافرنت داكتيولز دي بترانسميت السبيرم من الريتا تيستس توديها للابيديدنس. الباقي بقى هيحصل له ديجنريشن، بس بتبقى فيه ايه؟ حاجات بيرم حاجات فيستيجوال ستراكشر اللي هي بتقول ايه ان كان في يوم من الايام ميزونيفريك تيوبيول. هيعمل حاجه اسمها سيستيك ابندكس اوف ابيديدنس، ويعمل الباراديدنس والابيرنت داكت. دي كلها فيستيجوال ستراكشر من الميزونيفريك تيوبيول. يبقى هنا الميزونيفريك تيوبيولز مجموعه هنا اهوت 12 13 ولا كده عدد هيبرزستد. ده الاهم، هيعمل افرنت داكتيول اللي هي الاوعيه الناقله من الريتا تيستس للإبدل. وفيستيجوال ستراكشر عباره عن سيستيك ابندكس اوف ذا ابيديدمس والباراديدمس
الابارنت داكت. ده تيوبيول، امال الداكت دي ايه؟ خد بالك كرينيال بارت اهو هيدي الايه ابيديدمس بالهيد والبودي والتيل اهو. داكتس ديفرنس، هيدي داكتس ديفرنس، امبولا داكتس ديفرنس، فيزيكولار جلاند، ايجاكيولاتوري داكت. كل ده طلع منين؟ من الميزونيفريك داكت. يبقى الفيت اوف ميزونيفريك داكت، ميزونيفريك داكت تدي ايه؟ ده ادت بلاوي كتير، ادت ايه؟ تيست الايفيدنس داكتس ديفر الامبولا والفيزيكولار جلاند والايجاكيولاتوري داكت. دي كل الحاجات دي جت منين؟ من الميزونيفريك داكت. الميزونيفريك تيوبيولز ادت الافرنت داكتيولز والسيستيك ابندكس اوف ذا ايبيديدمس والباراديدمس والابارنت داكت. ده مين؟ ده الميزونيفريك داكت اند تيوبيولز، لان دي اساس تكوين الميل جينيتال سيستم. يبقى عملنا التستس من الجونات، عملنا الافرنت داكتيول من التيوبيول، وتعاملت الابيديدمس والداكتس ديفرنس والامبولا والفيزيكولار جلاند والايجاكيولاتوري داكت، كل دي من الميزونيفريك داكت. يبقى شوف بقى فيت اوف ميزونيفريك داكت ادت ده كله. طب امال الموليريان داكت او باراميز؟ طبعا الموليريان داكت ايه الفيت اوف موليريان داكت دي هتدي مين؟ هتختفي وهتسيب حاجة واحدة بس اللي هو يوترس ماسكولينس. يعني اليوترس ماسكولينس ديت البواقي او الفيستيجيال ستراكشر اوف موليريان داكت او باراميزونيفريك داكت. طب والمولر تيوبيرك اللي كان ناتج عن اتحاد الرايت والليفت موليريان داكت اللي هو المولر تيوبيركلز هيدي كل كولاستيمينال اللي هو المجمع المنوي اللي هو بتفتح عليه بقى ايه الاكسسيف جينيتال جلاند. طيب يبقى خد بالك بقى الموليريان داكت في الميل ادت يوترس ماسكولينس والكوليكولاستيمينالس ادى سوري المولر تيوبيركل هيدي الكوليكولاستيمينالس. يبقى الفيت اوف موليريان داكت مفيش يوترس ماسكولينس والمولر تيوبيركل هو اللي ادى حاجه فانكشنال اللي هي الكوليكولاستيمينالس. يبقى الميل جينيتال سيستم تم تستس افرنت داكتيول والابيديدمس والداكتس ديفرنس والامبولا والفيزيكولار جلاند والاجاكولاتري. الموليريان ادت في الميل الحاجه، خد بالك الضغط اللي تدي في الميل بديجنريتد في الفيم والعكس. الموليريان ضغط اساسي في الميل جينيتال سيستم بس في الميل مفيش في ميل جينيتال فبيختفي وبتخلي حاجه اثر كده بنسميه يوترس ماسكولين. مولر توبيركل هيدي الكلوكلاس. امال الكلوكه راحت فين؟ ادي الكلوكه اهي. خد بالك بقى، انت فاكر احنا قلنا الكلوكه بقى ان شرحناها قبل كده. الكلوكه ديفايدد لدورسال بارت وفنترال بارت عن طريق سيبتم بنسميه اوروجينيتال سيبتم، بيجي كده في النص كده ويروح عامل انفيدد كده اهوت ويقسمها لدورسال بارت اللي هو الريكتوم، وفنترال بارت بنسميه يورينري بلادر يوروجينيتال سيستم بارت. يورينري بلادر يوروجينيتال بارت. يبقى السيبتم اهو نزل يوروجينيتال سيبتم قسم حته فوق جزء فوق ريكتوم جزء تحت اللي هو اليورينري بلادر يوروجينيتال سيستم اللي هو الديفرنشيتد يورينري بلادر وبعدين بيلفيك يوريثرا ومن الجدار بتاع البيلفيك يوريثرا طلع البروستيت جلاند على شكل بالب دورسال وفنترا بتاع ده الجزء فوق جزء تحت اهو، وبعدين الباربو يوريثرا الجلاند في نهايه البيلفيك يوريثرا. انا قلت لك قبل كده ان في فالس وليبيو سكروتال سويلنج، الفالس ديفرنشيتد للبينس والليبيو سكروتال سويلنج ديفرنشيتد للسكروتال. يبقى الاند ريزلت للكلوكه هقول لك تاني الديريفاتيفز او فيت اوف كلوكه ادت ايه في المين؟ ادت ريكتم وادت يورينا بلاد وادت البلفيك يوريثرا ومن جدار البلفيك يوريثرا طلعت البروستيت جلاند مع البالب يوريثرا الجلاند، وبعدين الفلس اللي هو ادى البينس
والليبيو سكروتر سويرنج الليد ده للسكروتر. كده يبقى الميل جينيتال سيستم خلص، والايه عرفنا كل حاجه طلعت منين. يبقى لما اجي اقول لك البروستيت طلعت منين، من اليورو جينيتال، من اليورينال بلادر يورو جينيتال ساينس فيرست بارت بتاعها، لان الجزء البلفيك يوريثرا اللي هو من اول النيك بتاع اليورينال بلادر لحد البنايل يوريثرا جزء بالجدار بتاعه. قال طب ده طلع من الكلوكا، والكلوكا اصلا طلعت من الهاي اند جات، والهاي اند جات اندوديرم يا اخوانا. يبقى الاندوديرم ادت اتنين من الاكسيشنال جلاند، الباربيوريثرال والبروستيت، والفيزيكولار جلاند والامبولا داكتس ديفرنت ابوها ميزوديرم، ما يعنيها جلاند سيمينال فلويد، انما اتنين ميزوديرم من الاكسيشنال جلاند واتنين اندوديرم اللي هي البروستيت والبالبيوريثرال. ده يبقى بقول لك بريموردي او الفلس الفيت بتاعه ايه في الميل هيدي البينس، والليبيو سكروتر سويرنج هيعمل دي للسكروتم. وكده يبقى الميل جينيتال سيستم خلص كله. يقول لك فيت اوف ميزونيفريك داكت ده ايه؟ يقول لك الحاجه طلعت منين؟ إيه؟ اما اقول لك الفيزيكولار جلاند ديفلوبد فروم ذا ميزونيفريك داكت في الكودال بارت بتاعها. ايجاكولاتوري داكت برضه الكودال بارت او بتاع الميزونيفريك داكت. طيب الكوليكلا سيمناس طلع منين؟ من المولر تيوبيركل.